دبينا على الأرض ومشينا في ملك الله، الضحكة من تحتها لابدع عيون الله، يوم فوق ويوم تحت، يوم صحبة ويوم غربة، تنظر على اللي معاك بكرة ولا تلقى، والليل طويل البال ولا يعبر حد، يجرت في الموال ويداري لون الورد، الليل طويل البال ولا يعبر حد، يجرت في الموال ويداري لون الورد، والراجل الحر ما يقلش ولا يقولك، لو قضى ليله بيتونس بيحس بوكا، بحس بكاء، أحلى ما في الفرحة بتنسي الكبير السن، وأحلى ما في الحزن كل الحكمة تجي منه، أحلى ما في الفرحة بتنسي الكبير ما تيجي منه، وطالع عين الجبل زي اللي نازلينه، واللي مفارق يهش الغربة كفاني، واللي مفارق يهش الغربة كفاني، واللي طويل البال ولا يعبر حد، يجرت في الموال ويداري لون الورد، اللي الحمد لله وبإذن الله هيطيب وهيبقى زين. طمن الكبير. يا كبير يا كبير، ربنا نجاه ربنا نجاه، يا كبير يا كبير، ربنا نجاه يا كبير، هو بخير بلوى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، قدر ولطف الحمد لله، واحنا معاكم يا اخوي لحد ما نزعطوهم من النجع كله، والخاينين والغدارين ما لهمش مكان بيننا واصل. الله ينور عليك يا عبادي، الخاينين والغدارين مالهمش مكان بين نواصر، لكن القاتل لازم يتقتل يا سناري،
لكن همام لسه عايش يا دياب. لكن عرعر اللي شاف القاتل الحقيقي اتقتل، ولا عشان ما غلبان ما حدش هياخد بطاره، والحمد لله قبل ما يموت فاتلنا الدليل. تقصد ايه يا دياب؟ مش عباية ناجي دي؟ يبقى هو القاتل. وناجي اخوي يعمل كده ليه؟ مادام مفيش بيننا طار وبين البندرية. إذا كان على نسمة بنتي فنسمة شريفة وعفيفة، وهو قدامك اهي. اسمها عايشة؟ 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 يعني من الناس صالح بقتل همام. ناجي اخوي بريء من دم المسكين عرعر وقتل همام. وانا كنت مع عرعر وشفت سناري وهو بيضرب النار على همام، وكان لابس عباية سناجي، وكمان عورني لما كنت بدافع عن عرعر. كن سنار اخوي كان معايا هنا والخلق كلها تشهد. احنا كفاية علينا شهادة القتيل اللي شهد على سناري ونشهد النجع كله من بحر الدم اللي كان هيعوم فيه. مش بعيد يا عبادي تكون متفق مع سناري عشان توجعوا العيلتين ببعض وتعملوا فتنة، والفتنة أشد من القتل. يلا بينا يا أخوي، دول اتفقوا علينا. مش قابل ما ناخد بطار عرعر. أخوي سناري يا خليه يحصل أخوك. اللي من العبايدة يرمي سلاحه وخدوا كبراتكم وغوروا من هنا. يلا 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 غوروا. حسان يا اخوي من لادي عيلتي وعيلتك هبقوا عيلة واحدة. حقك على راسي. الحمد لله ان ربنا ظهر الحق. مبروك عليك جواز همام ومبروك نجاته. يلا يا بنتي بلاش عازة هناك. دياب مشي الرجالة مشيهم وهد الفرح. هطلع اطمن على ولدي. أوامرك يا كبير أوامرك. كدي عليك يا ولدي يلي كنت هتروح حضر يا ولدي يلي ما تهنيتش بعرسك يا ولدي. بكفاك يا خالة ناقص تقولي يلي جوازتك كانت شوم يا ولدي. لا دي كانت جوازة زينة قوي. هو في أكثر من كده شوم يا قدم الخير؟ اقفلي خشمك يا بت واحمدي ربك على نصيبك وخليكي قاعدة بطب فرحك لما ربنا يكتب السلامة لعريسك. حزينة على طب فرحها ومش حزينة على طب ولدي اللي كان هيتجلب كفنة؟ مالك بتكلمينا كان لشان تانين فيه ولا عدوينا؟ عايزة تشينا ذنبه ليه؟ هو أنا مش مرته وفرحتي اتكسرت زي فرحته؟ بكفاياك يا عاد حرام عليكي. اقفل خشمك يا مرة، اقفل خشمكم كلكم. اطلع برا. اطلع بتولولوا على ايه؟ اطلع برا. انا ما اقدرش اهمل اوضتي ولا جوزي. يا اختي هم ليه؟ يمكن ربنا يعافي عنه ويفك نحسه. اطلع برا. يلا يا جميلة برا. انا هوامد هود معاه لحد ما يفوق. هاتيلي قعبة مرق كبيرة لما يفوق ياكل ويتقوى. اسي فوق هو وانا واكل وخروف بحاله. هيفوق هيفوق بإذن الله هيفوق. وإلا ثلاثة بالله العظيم أكل العبيدة كلهم نفر نفر. هيفوق ولدي هيفوق. هما مال عملية نجزوا عليا ليه؟ هو أنا والوحدة عريس هيتصاب؟ هما لو كان مات كانوا عملوا إيه؟ الظاهر في حكاية تانية ما عارفينهاش. إيه ناقصة حماتي. أنت لسك يا عشماني وقاعدة بطوب الفرح يا عروسي. اللي قادر يصبرك على ولدك يصبرها على جوزها. وهو مين يصبروا على بلوته؟ سمع ياما انا بلوه وحد جاب سيره البلاوي. انت دايما متصربعه كده. انا ما قصديش عليك انت،
انا قصدي على نسمة بنت حسان. وايه جاب سيرة نسمة دلوك؟ الله يرحمها عاد. لا نسمة ما ماتتش، لسها عايشة، واللي ضرب الطلقة من عيلة عبادي مش من عيلة حسان. عايشة ولا ميتة تهمنا في ايه؟ هو همام جوزها ولا جوزي؟ الجوازة ما تمتش يا نادري، ما دام ما دخلش عليكي ما يبقى جوزك. شرع ربنا صح. يعني ايه؟ وهو الفرح ده كان همام بيتجوز مين؟ الفرح ما تمش، ولما همام يفوق بالسلامة يبقى اتكتب له عمر ثاني، وابوه لا يمكن يرفض له طلب. تقصدي ايه يا عجيلة؟ هو لعب عيال؟ لا وانت الصادقة، لعب رجالة، وحصل قبل كده، وولدي ما دخلش على بنتك وكل الناس تشهد على كده، ويمكن لما يفوق يقول بتشائم منها والجوازة ما تتمش. وانا بنتي طلعت من بيت ابوها ومش معوداله تاني، ولو في دماغك تفضحينا يا عجيلة انا اللي هخلي فضحتكم على كل لسان، فتلم يا مرت الكبير. باع جريه يا معلم قباري، هو احنا اتنصب علينا ولا ايه؟ اصبر يا قدوس، الحكايه مش قفش. لا هو مش كان متفق معاك هيجي لك بعد العشاء على طول؟ معلم نمر طول عمره قد كلمته، وانا جربته قبل كده 5 سنين وفي كل مره كان بيطلع راجل. ما قلناش حاجه. الله شو اللي جاي هناك ده؟ اه هو مش قلت لك راجل قد كلمته؟ السلام عليكم. السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا معلم نمر. الله يسلمك يا معلم، منور الصعيد كله. الله يخليك. طمني جاهز؟ كله تمام ومية مية. لفيني قسمة الإيداع الأول. ايه يا معلم؟ ده أنت ضيفي في بيني وبينك عشم. كن في معلوماتك. الفلوس دي فلوس معلمين كبار قوي في مصر. وفر كلامك يا معلم لحسن توقع في الغلط. يا إما تديني قسمة الإيداع وتاخد بضاعتك، يا اما كل حي يروح لحاله. اتفضل القسيمه اهي عشان تعرف ان احنا قد كلمتنا. انت خابر يا معلم، انها فلوس ناس، انا كان عليا وحياه العيش والملح واقفه عليا بخساره. نشرب الشاي ونطمنوا البيه، وبعد شويه تستلموا بضاعتكم وتحملوها. ايوه يا بيه. لا كله تمام كله تمام. منا عوض كده ليه؟ غايب حجته معاه يا مغاوري. اهدى انت بس اهدى. بعدين ما تنساش ان المناهده مع تجار مصر غير الخواجات. قلبي مش مطمن. اول مره نسلم مخدرات وسط العمار. بس انا مطمن لمناع ولترتيبه. اللي انا مش مرتاح له بس هم معلمين مصر دول والاعبهم. اسمع يا بكري. ايه يا ابوي؟ هتتسحب نواحي الشط. بص على مناع ولد عمك وتقول لنا ايه اللي بيجرى هناك. يلا همي بسرعه. حاضر يا ابوي. احنا نقسم روحنا ونكون جاهزين لاي خطر. احنا جاهزين يا مغاوري، اطمن انت بس، كل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. مؤاخذه يا معلم، ابن اتوكد من اللابتوب. ربنا يخليك. معقوله يا معلم نمر تبقى بتتاجر في الحشيش وما بتشربوش؟ والله يا معلم ولا طيقه، بس احب اشم ريحته واعرف من ريحته كيف مطبوخ وان كان الحشيشه مخلطه ولا لا. ايه ده؟ لا دي مشش جات لي على الموبايل. ايه؟ كله تمام، الفلوس تمام واتنقلت الحساب. ايه يا معلم؟ ده انا معلم كبير ولا اللي حاططهم بايدي. وانا كمان هصدق معاك. الو ايوه راس ناجي، كل شيء تم بامان. ايوه ايوه ابعت لي الرجاله. خد يا زرزور اشرب الكوبايه دي يا اخوي عشان تخف. من يد من اعدمها خاله. تسلمي بالك، لو ما كنتش واكل الارنب ما كنتش قدرت تتحمل الضربه اللي على راسك دي. انا كان كل همي اشيل التلفيحه من على وشه واعرف هو مين، عشان كده اول ما عريت وشه راح نازل بالبندقيه فوق راسي ما دريتش بحاجه. احمد ربنا انه ما قتلكش زي ما قتل عرعر. الله يرحمه، الله يرحمك يا عرعر، كان صاحبي واخوي. ايوه الله يرحمه، عايش في الدنيا مسكين وغلبان، اطلع منها لا فتعيل ولا تيل زي حالاتي.
بس الفرق اللي بيني وبينه اني جربت الجواز، بعد ما مرتي ماتت ما حبيتش نكررها، لكن عرعر الله يرحمه كان نفسه يتجوز، ملقيش واحدة ترضى بيه. ضعفك كلها تمام، أي خدمة تانية يا ريس؟ وأنا ماليش بركة غيركم. خد يا معلم نمر وزع دول على رجالتك، 10 بواكي. دي يلا الريس وزعهم بمعرفته. أي ريس فيهم؟ كلنا هنا تبع المعلم نمر الطيب. خد عنك يا معلم نمر، أنا أفرجهم. بس ليه طلب صغير للأمان كده؟ هتفضل معايا يا معلم نمر لغاية ما نخرج من محافظة هنا. كل واحد فيكم ينزل سلاحه. ويكون في معلومك يا معلم، الشط ده كله مرشق برجالتنا ومعاهم سلاح آلي. تفهمتني غلط ولا ايه؟ انا ما قصدتش نيه وحشه لا سمح الله، دول اغبياء. ولا تقدر تعمل حاجه وحشه معانا، بضاعتك خدتها، فلوسنا معانا، كل واحد متعلق من عرقوبه. يا معلم جباري، احنا اشترطنا التسليم هنا وانت وافقت، وانت حر في الطريق اللي تنقل بيها البضاعه لحد مصر. ما قلتش لا، بس بخاف من الغدر، خصوصا انك خدت حقك بالتمام والكمال. ما انت كمان خدت بضاعتك بالتمام والكمال، وانت معلم كبير وعندك خبره. طب اصبروا عليا لغايه ما احط شويله البلح فوق المخدرات، وخلي رجالتك يساعدوني. دي شغلانه التبعين مالناش صالح بيها. احنا كده مهمتنا انتهت يا معلم نمر، ونقدر نمشي. يلا بينا. انصحك يا معلم، الطريقه اللي هتنقل بيها دي خطر، تعرف في كام نقطه مسطحات طول النيل، وايه عندهم كلاب مدربة. وإيه أسلم طريقة نخرج بيها؟ انصحني وليك الحلاوة. أنا أقول لك يا راجل من غير حلاوة ولا بتاع، توكل على الله يا معلمين. تخافش يا عمي. حاضر يا معلم نمر. وابقى خلي شاهين يستناني في المكان اللي اتفقنا عليه بالعربية. حاضر. يلا بينا. تمام يا معلم. شوف يا سيدي، انت تروح تشتري كل البن اللي في المحافظه، وكمان كل كاس النايلون. ليه؟ اقول لك ليه، لان البن هو الحاجه الوحيده اللي ممكن تغطي على ريحه المخدرات. همام يا ولدي، همام. الحمد لله على سلامتك يا ولدي. أبوي أبوي أنا تعبان. الحمد لله على سلامتك. هو إيه اللي حصل يا أبوي؟ إيه اللي حصل؟ أنا آخر حاجة فاكرها إني كنت رايح آخد العروسة أركبها على حصاني. ايه اللي حصل؟ قدر لطف يا ولدي، قدر لطف. عيالي وصابك. بس الحمد لله خدنا بطارنا، قتلناهم كلهم. قتلتوا مين ابوي؟ قتلتوا عيلة حسان؟ لا لا يا ولدي، عبادي وسناري الله يحرقهم، هما التنين كانوا عايزين يوقعوا بيننا وبين عيلة حسان، لكن ربنا سبحانه وتعالى كشفهم. نسمع عايشة بعدين. انت عارف مين اللي كشفهم؟ الله يرحمه عرعر وزرزور. عرعر؟ عرعر مات؟ الله يرحمه. بس خدنا بطاره يا ولدي، خدنا بطاره. روق انت، روق. ايه خد، ها خد، كل حته اللحمه دي تقويك. ابوي ما قدرش. اسمع الكلام، خد تقويك يا ولدي. اللحمه بارده ومدهننا يا ابوي، تسخن ببطنك. اقول لك، اقول لك
يا عديك سنة أفيون صغيرة، ها صغيرة تشرب بعدين كوباية شاي تقيلة، ها تخليك كيف الحصان. اعملوا شاي تقيل الهمام. أبوي أعيد على الحديد تاني، أنت قلت إن النسبة لساها عايشة صح ولا أنا كنت بخترف؟ ليه يا ولدي؟ عايشة وكلنا شفناها. الحمد لله يا أبو، ربنا استجاب لدعواتي. يعني خلاص يا بوي، عائلة حسان ما عايزاش مننا أي طار ولا عايز تنتقم مني؟ لا يا ولدي، وعمك حسان قال لك ده وصلحنا خلاص خلاص، ما فيش حاجة، فيش حاجة، ما فيش حاجة. ما دمتم بتصلحتم يا بوي عايزين تجوزوني جميلة ليه وعذابه خلاص. الله الحمد لله على السلامة يا ولدي، وقعت قلبي عليك يا ولد بطني. خفيش يما، ولدك راجل ابن راجل. كمل حديثي ده جوا، خشي. تعال يما. ولدك راسه ناشفة، سابنا وقاعد معاهم. يعني هو قاعد معاهم بخطره؟ في الأول حبوا يغصبوه، لكن لما رفعنا عليهم السلاح وهددناهم كشوا مننا وخافوا. وبعدها كبيرهم جه وقاعد مع مناع وقاعد يودود لي فودانه شوية، وجه مناع ومشانا وخلى شاهين والد مغاوري يسبقوا بعربيته على الأرض الجديدة. معنى كده إنه راح معاهم؟ ملاش معنى تاني يا كبير. كيف يعني يا جيش؟ كيف تهمل ولد أخوك؟ كنت هاته بالغصب، اكسر له راسه حتى. من احنا ومال تجار مصر نوصلهم ليه؟ ما يغوروا في 60 داهية، تهمنا في ايه سلامتهم؟ انا بقول يا كبير يمكن يكون مناع عمل معاهم اتفاق بعد ما قبض ثمن الحشيش. ويطلع ليه؟ نقصه ايه؟ نقصه يتمم مشروع الارض الجديدة. لا لا، مناع ولدي ما يعملش كده. ايوه مناع لو جرى له حاجة لا قدر الله العيلة كلها حتضيع. ايوه لو وقع كلنا حنقع. يبقى ما فيش قدامنا يا كبير غير اننا ندعي له ربنا ينجيه ويرجع لنا بالسلامة، وبعدها نبقى نكسر راسه الناشفة دي. البن اي غلوش على اي ريحة حتى لو كانت الكلاب خبيرة مخدرات، المهم الحشيش تلف زين وحواليه البلح وبعديه البن. وابقى ادعيلي لما توصلوا بالسلامة. أنا مسجل الطريقة دي باسمي في موسوعة جيمس راكورد، طريقة نمر الجن في تهريب الحشيش في البن. وحشتيني قوي. سلام قولا من رب الرحيم. في ايه؟ ايه شفت عفريتي اياك تزنبك ايه يا بنت الناس؟ لعب فيانا انت، انت زي الفل وربنا نجاك عشان تكيد العوازل تفرح بعرس. عوازل؟ عوازل مين؟ أنا نفسي نعرف مين اللي دخلك عليا دلوق. أمي. أمك يا قلبها الأسود، ده أنا لسه طالع من موته يعني تعبان عايزة تقوت. افروج ابوزة، إنما اللي في راسك ده تنسيه خالص، فاهمة ولا لا؟ أخص عليك يا همام، أنا مش مراتك. أصبر شوية يا جميلة، أصبر شوية، مش كده، اصبر شوية لغاية ما طيب. واوعدك هنعيد الفرح من تاني، واصحي لك سناري من تربطه واضربه على قفاه علشان معرفش نشن صحة ويخلصني زينك ده. اما يا اما. ايه مالك يا بنت؟ حصل ايه؟ مش عايزني يا اما، مش عايزني، مش هنقعد هنا تاني يا مرة.
املك يا بنتي. ما قلت لك اصبري. لكن سمعت كلام امك، الطلقه اللي خدها كان هيردها لك. سامعه يا امه وساكته؟ ما هي نفسها هتطفشك من البيت. خليكي ناصحه والبدي، ومش هنا، فوق في اوضتك مع جوزك. يلا اطلع اطلع يا بنت اطلع. مش هيقدر يمنعني عن التفكير فيكي يا نسمة قلبي يا حبيبتي اللي وحشاني اللي وحشاني قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ هتقولي عيان، هتقولي انفارفت، انا مش طالعه من الاوضه دي، وفي صدر الفرح اللي مش قادر تقلعوني انا هقطعه. هتعمل ايه يا مخلوله؟ ما تخافش، لابسه جلابيه ثانيه كلها مرفح حتى شوف. طالما عملت كده يبقى ما فيش قدامي غير الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا رجل أنت قلبك حجر، مش حاسس بولدك؟ أنا هارب بعمل إيه؟ ولدك دبت فيه الروح لما عرف إن بنت حسان لساها عايشة، لو صبرت عليه هيتنمرض ويهملها، يهمل عروسته. تقوم تدخله عليها وهو منصب عيار؟ يعني هتاكله هتاكله ايه؟ هتنجر شويه وهو هينجرها شويه لحد ما يلف على بعضيهم. سيبيها جنبه علشان ما يفكرش بنت حسان ويعمل لنا مشاكل. ويا جميله هتنجره دمها واقفلها زي الددبان عشان تطمن على بنتها. هيطمن. مبارك مبارك يا بنتي، سبع بركات، طولتي رقبتي، فوتكم بعافيه. شوف المار طلعت كمان. اطمن على ولدك اللي يكون ناقص دراع ولا حاجه. اطلع. راجل يا ولدي راجل. سبع 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 ولدي سبع. فكرتني ايام زمان، يخرب بيتك. Sir Freeman. Yeah. Finally, we know where Sir Benny is. And he's not dead as we assumed. He's still alive? He's recovering from severe coma and now in the hospital under restricted security. But somehow, he managed to call the organization. Where is the hospital? In Qina. The organization sent him a new diplomatic passport with a new name and asks you to let him abroad. Listen to me. Book a ticket on Roma's flight tomorrow night. We'll take him directly to the airport. Okay, I will. الهم يا ولد، مش انا قعدت جوه عربيه في 3 ايام. عجبتك العربيه دي يا ابوي؟ يلا جرب كده تاخد لك لفه واعمل لنا اتنين امريكاني. هتتمسخر معايا انا؟ هتتمسخر معايا بعد ما شغلت مخي ووجعت قلبي؟ يا ابوي عشان الارض دي تجهز من غير ما نحتاج لفلوس مخدرات تاني، كان لازم اخاطر بروحك. يا ولدي كلنا متعلقين في رقبتك، ولا فاكر يعني لما تقع هتقع وحديك؟ ربنا سطر. شنطة الفلوس اهي يا ابوي، عايزك تفرجها بمعرفتك وتدي كل واحد حقه عشان ما حدش يبقى شريكنا في الارض ولا في المكن. من غير ظلم يا ولدي، كل واحد في العيله يعرف نصيبه زين، ولما ياخدوا فلوس ما حدش يقدر يقول له نصيب في الارض دي. وهنحاسبهم ازاي على شغلهم اللي جاي؟ محلوله، يبقى ياخد نصيبهم الزرعه، فاكهه، خضار، غله، ولو مش عايز ياخدها فلوس. هي مش هتكسب زي فلوس المخدرات، لكن ها الامان غالي يا ابوي. والله خايف يا ولدي سنام العيله يفلت من يدي ويستسهلوا فلوس المخدرات.
يبقى ذنبهم في الجبينة ولازم نحاول نتوبهم. دي المسجد الرئيسية اللي بناها خلص والمفروض انها هتوزع على باقي المساجد، بس متهيألي لسه ما توصلوش ببعض. البنائين بيشتغلوا فيها. واحنا هنسقي الارض كيف؟ بالجردل؟ المايه غاليه يا ابوي، كيف نرميها على الارض؟ احنا هنجيب رشاشات مايه ونسقي من غير ما نهدر. في نظام ري متكامل هيقوم بالري من غير اي مجهود، يبقى على الانفار بس انهم يشتغلوا في الزرع. مش تعرفنا بالمشمهندس الاول، يطلع مين بالظبط؟ مؤاخذه الكلام خدنا، باشمهندس عمر صاحبي واخويا وزميلي من ايام الجامعه، وهيكمل معانا هنا على طول، وكل اللي يقوله يمشي. سامع يا بكري؟ انا اتعلمت سواقه المحراث، شاهين علمني. امال لو كان شاف الكساح الكبير وانا بسوقه كان عمل ايه؟ ولدي شاهين شاطر، طلع لك مناع. شاهين اخوي طول عمره ناصح. ربنا يجرب بينكم اكتر واكتر، ولا انت مش ناوي تجرب يا مناع؟ كله بامر الله. خد بالك يا مناع يا ولدي، هجوز شاهين لاختك بعدين انت بتتجوز من فاطمه. ربنا يسهل يا ابوي. يلا يا باشمهندس دور الماتور، خلي المايه تجري. الله اكبر، المايه جت يا ولدي. الله اكبر. الحمد لله والشكر يا رب. هو ماله شاهين ولد عم كنغاوي؟ حايبه ايه؟ بتتكلم يا بنت؟ يعني انا اخد شاهين وفاطمه تاخد اخوي مناع؟ ده يرضي مين ده؟ بح، وهنجيب لك منين واحد زي اخوكي مناع؟ احمد ربنا ان احنا لقينا في العيله راجل رايدك ومستعد ينسى حكايتك مع همام. اكده يما، حتى انت بتقولي حكايتك؟ اذا كنا احنا بنقول حكايتك وكل رجاله العيله وحريمهم بيقولوها، واي راجل هياخدك مش هينساها ومش هيصدق اللي سمعه. بس ده يبقى ظلم، اقعد مكسوره العمر كله بحكايه عمري ما عملتها؟ ده يبقى حرام. يا بنتي يا بنتي، مش هيقطع لسان الناس غير لو اتجوزتي راجل شديد، ومفيش اشد من شاهين بعد اخوكي مناع. قصدك قلبه زي الحجر كيف عمي مغاول؟ انا ما اقدرش اعيش مع راجل يعيرني العمر كله بحكايه عمري ما عملتها ويكسر نفسي. ما يقدرش، ما يقدرش، لان اخته فاطمه هتكون مرات اخوكي مناع، ولو قال لك نص كلمه هطلع البلا الازرق على عينيها، ولو انها ما تستاهلش البنت. ديتها بس انك تتجوزي وتحبلي وتخلفي وكل حاجه هتتنسي، ومش هيبقى لك غير جوزك وعيالك. اعملوا اللي تشوفوه، ايه اللي هيحصل؟ عيشه وسلام. خلينا في المهم دلوقتي، عايزين نفرح بجوازك من فاطمه. انا رابط جوازك بجوازة اختك، ايه عشان نفرح بيك وانت بخير. هروح اشوف امي الاول بس. يا اخي كل ما جيت سيره الجواز تتهرب مني. تصبر علي يا ابوي، هنعملوا فرح ومفرح، احنا لسه ما اطمناش على الارض الجديده. مالكش صالح بيك، احنا طول عمرنا بنعرف نزرع ونقلع. ايوه، وبعدين انت جبت لنا الميه والمحاريك، خلاص مهمتك انتهت، سيب الباقي علينا. خلص انت في موضوع الجواز وما تعولش هم الارض. الباشمهندس عمر صاحبك هيعمل لا تعمل وزياده. اه من حاج، عايزين نبنوا استراحه صغيره يا ابوي كده في الارض، الوضع طيب قوي وظروفه صعبه تصعب على الكافي، وعايزك تاخد بالك منه. ايه يا اخوي، ايه ابوك عبيط، غير برضك موضوع الجواز. يا هلا يا هلا، عايز اوفي بوعدي. اه حاضر، هبقى اديك كلمه بعدين. حدد الوقت اللي انت عايزه وانا مرتبط بيه. ما اقدرش اقول لك على وقت دلوقتي يا ابوي. الله، عندي شويه مصالح في سوهاج لازم المها. انت محتاج وقت قديه عشان تتم بالحكايه دي؟ ما هي فاطمه حمضت، لسه عيله صغيره. الله، احب على يدك يا ابوي، بلاش تفتح الموضوع ده دلوقتي، اجل شهر ولا شهرين. وانا موافق يا ولد، وانا موافق. انت ما قلت خلاص شهرين؟ وانا هقول له بقى، هقول له شهرين نكون جبنا فرش جديد وبيضنا الاوضه. يا الف مبروك بعد شهرين. قول اللي تقوله بقى. رئيس مناع، رئيس مناع، رحت للبندريه واعطيتهم خبر وكله تمام. لو تروح لهمام؟ طبعا يا ابوي وصاحبي، انا لازم ازوره، انا حتى جبت له هديه الجواز. هم اللي يروح، يمكن نفسه تتفتح على الجواز. قوم يا قوم بالاذن. مع السلامه يا ولدي. يا ناجي، قول كيف كلام مناع؟ انا خايف يكون بيدوعني. ما توعدش انت مغاوري باي حاجه دلوقتي، وهم الهولي هجيب لك منه عقد نافع. اعمل ايه يا مناع اخوي؟
شكلي بقى عفش قوي. انت بس نفسك مش طايقه عشان غصبت عليك. عندك حق مناع، انا نفسي مش طايقه، حاسس ان هي مفروض علي، بس اعمل ايه؟ اوامر ابوي اقول له ايه؟ بنت عمي وملهاش غيري. عايزك تنسى الموضوع ده خالص وانا هديك علاج ليه. اهدى يا مناع. دي كبسولات تاخدها عند اللزوم، اتفضي نص كبسوله على نص كوبايه ميه سخنه برب الغليان، او تاخدها على بطن فاضيه. نص كبسوله يا همام، نص كبسوله، ولا يجيلك شحار وتموت. شحار يا مناع؟ شحار بيجي البهايم. ما بيجي البني ادمين دلوقتي. طيب اقعد اقعد يا مناع اقعد، عايزك في حاجه اهم. خير يا صاحبي؟ عايزك يا مناع تساعدني ببيعه الحشيش اللي عندي دي، شكلي بقى عفش قوي قدام ابويا وقدام العيله كلها، وانت تعرف ناس مهمين في مصر. صرفها لي يا مناع، صرفها لي. انا قلت لك انا بطلت الموضوع ده بلا رجعه. عشان خاطر يا مناع، عشان خاطر يا صاحبي، اخدمني في الموضوع ده، صرف لي البيعه دي، وبعد كده مش هطلب منك حاجه تاني، وعمولتك حددها بنفسك. يا ساتر، وانا حد هجيبني ورا غيرك؟ ماشي يا سيدي، خد الرقم ده اطلبني عليه ومحدش يعرفه غيرك. اي خدمه تانيه يا سيدي؟ حبيبي حبيبي وصاحبي. تسلم لك حبايه. نص يا همام. نص صاحبي. غلطان يا حسان يا اخوي، غلطان. ما كانش لازم تهمل ولدك يروح لهمام بعد الفضايح اللي جابها لينا. الناس تقول علينا ايه؟ الناس تقول اللي تقوله. همام اتربى في بيتي وسط عيالي كيف اخوهم، ولو مناع يعرف ان همام بيبص لاخته كده ولا كده ما كانش راح بارك له. ولما تقول كده يا مغوري، امال ولدك شاهين يقول ايه؟ وهيطلب يدها كيف؟ شاهين وادعمها وستر وغطى عليها وهو اولى بيها، ولا نعروا زرنا ونغطوا زر الناس؟ عيب عليك يا مغاوري تقول كلمه زي دي، بنت اشرف مش شرف. اذا كنت شايف ان ديها عار نفضها سيره. ليه بتقول كده يا كبير؟ ده انا جاي عشان اقول لك نعمله فرح كبير انا وانت لمدناع وفاطمه وشاهين ونسمه، يبقى كيف يكون في ضميري حاجه عفشه لمرت ولدي؟ ايه كلمه ستر وغطى الخايبه اللي انت قلتها دي؟ كان بنتنا عملت فضيحه وكان ولدك اتستر عليها. بنت مظلومه، غير كده كنت قتلتها بيدي. خلاص يا كبير، ما كانش قصدي سماح، ولو عايز اعلن جوازهم بلوك انا موافق. شوف يا مغاوري، المشكله عند ولد مناع عنده مشاكل كبيره في الشغل، مش هيكون جاهز للجواز الا بعد شهرين، وانا شايف ان شهرين مش كتير. لو انت مستعجل على الجواز هات شاهين ولدك ونسال بنتي ونتفق على المهر والشبكه. يبقى بعد شهرين نتمم الجوازتين، واللي نتفق عليه لبنتك يبقى زي لبنتي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يمين بالله يا مغاوري، لولا اني بكفي ولدي لسه صغير عنها ما كنت فرطت في نسمة ابدا. وانا كمان مش هفرط فيها. سلام عليكم. على السلامه يا سيدي. شفت يا كبير؟ شفت الكلام اللي يحرق الدم؟ علي الطلاق كنت هقتله، ولو نسمة بنتي عمر ما هجوزها لابنه ابدا. الليه اللي رماك على المر، اخوك مجبور يا ناجي. يغور في 60 داهيه هو وولده، بدل ما يلقح كلام على زينه البنات بيتنا، ويبقى يشوف مين اللي هيعبر بيته بعد ما ولدك رهنها سنين على الفاضي. هو جاي يعايرني ببيتي عشان ما يغلي بيته؟ والله في سماه مناع خساره في بيته. انا اقول خساره وهو يقول خساره، وفي الاخر البنات هي اللي عتبور. ويا ريت على كده العيله كمان هتتفكك. معاك حق في دي، وخصوصا ان مغاوري مش لد عليه حكايه الارض الجديده وبلعها بالغصب عشان يتمم جوازة بنته. ماله عن مغاوري؟ قابلته طالع كانه قرصها اقربه. لا جاي، انا هملكم وحدكم، انهي مع المشكله وخلصني. ايه حاضر يا اخوي. خير يا ابوي؟ امك ناجي هيقول لك. اقعد اقعد يا ولدي. ايه يا عم نادي؟ ابو شكله متضايق. عمك مغاوري قال لنا كلمتين فوروا دم له بخصوص اختك، كان ولده شاهين هو اللي هيتستر عليها. خلاص ما نجوزهالوش ولا نتجوز فاطمه.
ولو قلت لك ان اختك ممكن سمعتها تتاثر بالكلام ده، وان فاطمه ما يهمهاش حاجه، ممكن ابوها يجوزها لاي حد، والف واحد يطمع في مال ابوها. والله ما الحكايه وصلت لك ده يبقى خلاص لازم اصرحك يا عمي، بس مش هنا، تعال نتكلم مع بعض بعيد عن البيت. يلا يا ولدي. خبرك ايه يا عمي؟ انا بقول عليك ان انت اللي قريب مني وفهمني. لازم يا مناع يا ولدي، تعرف احوال اهلك وناسك، تعرف عاداتنا وتقاليدنا اللي احنا وارثينها عن جدود الجدود. احنا صحيح مقطوعين هنا من سنين، لكن ملزومين باخلاقهم برضك. وانا ايه اللي يلزمني؟ انا عايز اعمل حياه جديده واخدكم معاي، مش هتزرع هنا. وهي الشجره تقدر تعيش من غير جذورها ما تكون متبته في الارض؟ يعني هي الشجره دي ما محتاجاش ميه وهواء نضاف. انا اقولك على حاجه يا عمي. قول. ما يعرفهاش غير نسمه. طيب. انا اتعرفت على عيله زين في البندر وحيجوزوني بيتهم. كان قلبي حاسس انك هتقول حاجه زي دي، بس ما عارفش يا مناع يا ولدي ابوك هيجرى له ايه لو سمع خبر زي ده. مش عارف يا عمي، انا بقيت عامل زي الفوله مكسومه نصين. دبرني يا عم ناجي. ادبرك يا مناع يا ولدي، بس اسمعني زين. قطعت جل يدي وجنبي لقيت لحداني، همي غشيم دايس على وردي وريحاني. قطعت جل يدي وجنبي لقيت لحداني، همي غشيم دايس على وردي وريحاني. وكل ما بفك الكيوت ترجع، والعين تغرم العين. قطعت جيت يدي وجهي لقيت لعتالي، همي غشير دايس على وردي وريحاني. Yeah.